اكسسواري بشكل سهل وبسيط قوي وفي منتهى الشياكة والأناقة. الفستان هنعمله خطوة بخطوة. كل اللي عليك اللايك الجميل والتعليق الأجمل. الاشتراك ده طبعا اختيارك انتي، والصلاة على سيدنا النبي أهم من الفيديو كله. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا انا وانتي نعمل الفستان، وما تنسيش الصلاة على سيدنا النبي أهم من الفيديو تاني يا كله. جماعة مع بعض علشان نعمل فستان سواري في منتهى الشياكة والأناقة. طبعا معايا البطلون الأساسي زي ما انت شايفة اهو، بصورة سهلة وبسيطة اوي. هتلاقيه في الفيديو السابق اللي هو كيفية تفصيل فستان خروج 2024 بشكل سهل وبسيط. بصوا بقى دلوقتي حالا كده هنبدأ نعمل تعديلاتنا على البطلون الأساسي. أول تعديل كده ونقول بسم الله. بصوا أول تعديل هنبدأ نيجي من نقطة حرد الجيرو بتاعتنا نصها ونبدأ ننصفها بالشكل ده، تمام؟ طيب وبعدين وبعد كده هنبدأ نطلع من هنا بحوالي 3 سنتي، وهنا حوالي 2 سنتي، تمام؟ وهنزود بردك هنا 1 سنتي زيادة علشان خاطر يجيلي نفس الخط ده اهو، نفس الخط ده، شايفة ازاي؟ طيب ده طبعا بيبقى مش الدوران بتاع الدراع، لا ده هنا دي زيادة انا عملتها علشان على اساسها احط ايه نص كم بتاعي، تمام؟ طب انا مالي مش عايزه نص كم وعايزاها تبقى دي الدوران بتاع الدراع، اعمل ايه؟ هتبداي ان انت تاخدي مثلا دوران الدراع، مثلا لو معايا 8 سنتي فهبدا ان انا ازود ال 8 سنتي من هنا، ومن هنا هنحط اقل من ال 8 سنتي 6 علشان يجي لي نفس الخط ده، وباصبح كده ده دوران الدراع معايا، تمام؟ طيب بالنسبه بقى للقطعه دي مش هتجيلي بردك كده من هنا من عند دوران الصدر بخط مستقيم، لا هتيجي كده بنظام ايه دوران السائد ده، او زي القب كده بس مش مرفوع، لا هيبقى سائد شويه، تمام؟ فاصبح بالشكل ده. هننزل بقى كده تحت كمان وهننزل طول الجنب معايا، وبعد ما نزلت بطول الجنب هبدا احط ربع دوران اكبر حجم، وبعدين هبدا انزل كده من الوسط على دوران الجنب، ومن دوران الجنب هنبدأ ناخدها بقى ايه زي السمكة ونخليها تبقى واسعة قوي من تحت من عند الديل، في الاخر خالص هتبقى اوسع من كده، تمام؟ زي ما انت شايفة كده بالظبط. طيب وبعدين هنبدأ نعمل ايه بقى مريم؟ هنبدأ ان احنا نقص علشان نحط البطرون بتاعي ده على الكيس النايلو ويطلع معايا نفس الصورة بتاعت الفستان الاساسي. بس انت كتيري في التعليقات عجبك ولا لأ؟ وشوفي برضك الفستان الخروج، لان الفستان الخروج عملناه في 10 دقايق بس في منتهى الشياكة فعلا. بالنسبة للخلف يا جماعة في التفصيلة دي الخلف هيبقى زيه زي الامام، مفيش فرق كبير يعني، مفيش فرق كبير. معايا دلوقتي الربع بس للفستان بتاعي، هبدأ بقى اجيب الكيس النايلو بالطريقة دي اهو، بصوا، وهنبدأ نشيل كده القطعة دي نفتحها، تمام؟ وهنبدأ نيجي من هنا اهو اهو، شايفة ازاي؟ وهبدأ ان انا احط القطعة دي هنا، بس قبل ما احطها هنا هبدأ ان انا اتني تاني علشان يطلع لي الامام كامل والخلف كامل اهو، شايفة ازاي؟ هبدأ بقى اجيب الدبيس، استني بس عايزين نظبط هنا، هنا طبعا مش مظبوط خالص القطعة دي، فممكن ان انا اعمل الامام بس والخلف هنسيبه، استني بس نظبط الاول الطول، لو ظبطت الطول هقدر بعد كده اقول هينفع نعمله ولا لا اهو، فكده ممكن نعمله، ممكن اه ممكن نعمله، ممكن يطلع. طب تمام هنحط الباترون وهنشوف هيطلع لنا كامل ولا لا. اخترت لي الفستان ده كده، هقول لكم ليه اللون الاسود، لان انا اصلا الفستان معمول لونه اسود وفيه ذهبي، فمعنى كده انه شكله هيبقى جميل قوي لما نحط فيه الذهبي بتاعنا، فهيبقى حاجه في منتهى الشياكه والجمال والاناقه، تمام؟ اه كده بصوا الموضوع سهل قوي وبسيط يا جماعه، تمام كده اهو. بصي وبعدين هنبدا بقى نشيل اهو، بصوا
طلع معايا كامل، طلع كامل، بس طبعا هنبدأ نشيل طبقة منهم ونسيب بس الأمام علشان نعمل عليه التعديلات الباقية بتاعتنا. نسيب القطعة يعني سليمة، المفروض الأمام والخلف كده طلعولي مظبوطين اهم كده، ده الأمام وده الخلف اهو، المفروض ان هو طلعلي كده بالشكل ده تمام بالطريقة دي. هنبدأ ندبس بس من هنا من الطرف ده اهو، شايفة ازاي؟ وهنبدأ ندبس من هنا من الطرف ده برضو، وهنبدأ نقفل الجناب ونقفل الجنب التاني برضو اهو بالشكل سهل وبسيط قوي يا جماعة ومن الصفر، شايفة ازاي؟ طيب وبعدين هنبدأ بقى خطوة بخطوة نجيب الألماس اللي انا بقولك عليه ده علشان نعمله بالشكل المناسب ليه. فأول حاجة هنبدأ نعملها كده اهو، هنبدأ نعمل كده، هنعملها طبعا متباعدين عن بعض اهم كده كده تمام. هنبدأ نيجي برضو هنا اهي كده لحظة واحدة، المفروض كله يبقى ذهبي ما يبقاش في اي حاجة خالص فاضي اهي، هتبقى جاية كده برضك جاية زي المربعات، ودي هتبقى هنا ما بين هنا لحظة واحدة. الفستق الالماس ده يا مريم انا مش عايزة احط الالماس وعايزة اعفي نفسي من موضوع الالماس ده، اعمل ايه؟ ابدا ولا اي حاجة، هتشتري بس القماشة بتاعتك السواريه بس كده بمنتهى البساطة كده اه بساطة كده، هتشتري القماشة بتاعتك السواريه. فهنبدأ بقى خطوة بخطوة كده نقسم القطعة دي على اتنين علشان نعمل الماس تاني اهو، شايفة؟ ثانية واحدة، الموضوع سهل قوي وبسيط يا جماعة زي ما انتم شايفين اهو كده اهو. طبعا بقسم بس الالماس على نصين، الكلام ده لو انت هتشتري قماشة سواريه هتلاقي الكلام ده موجود جاهز، يعني الالمازات اللي انا بحطها دي كلها هتلاقيها جاهزة اساسا، مش هتحتاجي خالص ان انت تحطيها ولا اي حاجة من الحاجات دي. هو ينفع نحط كمان فضي؟ اه ممكن نحط فضي، لان انت لو لاحظتي هتلاقي ان في الصورة في الحاجتين مش حاجة واحدة بس اهو كده تمام. وهنيجي من هنا وهنبدأ نقفلها كده اهو، وممكن ان احنا برضك نحط الفضي ممكن يليق برضو اهو. اه لا على فكرة شكله بقى جميل جدا اهو، هنبدأ نحط الاتنين بالنسبة للتفصيلة بتاعتنا علشان خاطر يبقى الموضوع سهل اهو، احنا لما قلنا فضي ظهر الذهبي كله تمام اهو كده. هنبدأ بقى نيجي هنا نحط الفضي ده كده من فوق كده بس من بعيد، فاهماني؟ اهو شايفة ازاي؟ طبعا الشكل ده انت لو عايزاه يبقى جاهز هتشتري قماشة جاهزة، معقولة هتوصل للمرحلة دي يا مريم؟ اه الجاهز بيوصل لأكتر من المرحلة دي كمان، يعني الجاهز بتبقى حاجة جميلة اوي الجاهز بيه. ادي شكل الفستان في الاخر خالص، اتعمل بمنتهى البساطة والشياكة والجمال اهو، شايفة ازاي؟ اتعمل بمنتهى الجمال فعلا. لحظة واحدة بوريك الشكل النهائي للفستان وفكرته وهو اساسا اتعمل ازاي بطريقة سهلة وبسيطة اوي. بصوا يا جماعة ده الشكل النهائي للفستان، اتعمل بصورة سهلة وبسيطة اوي ومن الصفر زي ما انتم شايفين كده اهو. اهم حاجة بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل، الاشتراك طبعا اختيارك انت او قرارك انت، والصلاة على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله. الفستان اتعمل كب بطريقة جميلة اوي، فستان سواريه كل الخطوات بتاعته سهلة وبسيطة، وينفع كمان يبقى فستان سواريه للخطوبة، وينفع يبقى فستان سواريه للمحجبات، وينفع يبقى فستان سواريه لغير محجبات، كل ده طبعا مع شوية تعديلات بسيطة قوي يبقى في منتهى والشياكة والجمال والأنقة. شايفين يا جماعة الفستان اتعمل في طريقة سهلة وبسيطة قوي قوي ومن الصفر، فستان سواريه خطوة بخطوة ومن الصفر وبطريقة جميلة جدا وواحدة واحدة. الفستان ده يا جماعة تقدري انت تلبسيه على كل المقاسات، وطبعا عملته فستان بالكيس النايلو زي ما انت شايفة اهو، عملت الفستان بالكيس النايلو خطوة بخطوة اهو، شايفة ازاي؟ الفكرة بتاعته جميلة قوي وسهلة وبسيطة، كل اللي عليكي بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل، الاشتراك ده طبعا اختيارك انت وقرارك انت، والصلاة على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تفصيلة وخياطة الفستان السواري بشكل سهل وبسيط قوي ومن الصفر، هي فساتين سواري تبقى شكل كده واحد، ودي يا جماعة قماشة
او الكيس ده كيس نايلو، تمام. بس انت لو انت عايزه الشكل بتاع السوري ده بتشتريها قماشه بشكل جميل قوي وسهله وبسيطه. بصوا بصوا الجمال بتاع الفستان، يعني جمال الفستان اصلا فستان بقى ينطق، يعني فعلا بقى ينطق حاجه جميله قوي. شايفه ازاي الفستان اتعمل بطريقه سهله وبسيطه جدا ومن الصفر. كل اللي عليكي بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل، الاشتراك طبعا اختيارك انت او قرارك انت، والصلاه على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنه وانتم طيبين يا اكبر جمهور في الدنيا. شايفين يا جماعه الموضوع اتعمل ازاي بطريقه سهله وبسيطه.